فاكرين الحادثه بتاعت رانيا بدوي؟ رانيا بدوي دي صحفيه واعلاميه مصريه، وكانت بتطلع جنب عمرو اديب كده، كانوا بيعملوا بيجيب معاه حد يسنيد معاه. طلعت يوم يا باشا يوم، فكرت هي كانت بتطلع ايام حسني مبارك، يعني كانت بتطلع ايام مبارك، فافتكرت نفسها لسه في دوله مبارك، فطلعت اتريقت على الست اللي اسمها سحر ايه اللي اتجوزها طارق عامر دي. انتقدت الست، تاني يوم قعدت في البيت، تاني يوم ما طلعتش تاني حلقه. فهو في مصر مش بقول لك بقى مسموح بانتقاد السيسي، ها؟ زي ما كان بيتعمل في مرسي الله يرحمه. فاكرين مرسي كان بيتقال عليه ايه؟ مش عايز اجيب بعض الالفاظ عشان عيب، ده الراجل في ذمه الله، بس من قبيل الاستشهاد، كان بيتشتم بامه وبابوه وبكذا وبكذا في الصحافه والعناوين كده. مش هقول لك ينتقد السيسي، ده مش هيقدروا ينتقدوا رئيس حي، مش وزير، مش رئيس وزراء، ما يقدروش ينتقدوا مصطفى مدبولي مثلا، تربعه على دماغهم. فمهما انت غيرت، مع انه جايب بعض الاسماء يعني اللي هي كانت في الصحافه، يعني دي اللي قدامكم ايه، دي بتاعت المجلس الاعلى الاعلام، ده المجلس الاعلى الاعلام اللي هو اللي مسيطر على الاثنين، ده اللي هو بمنصب وزير الاعلام، عشان كده جاب خالد عبد العزيز. خالد عبد العزيز ده كان وزير شباب، فجايبه في منصب وزير الاعلام. طبعا ما اعرفش طبعا القصه ايه، بس ماشي، يعني ما فيش حد اعلامي في مصر يصلح المساله دي. كان ضياء رشوان اعتقد وتم الاطاحه بيه، وكرم جبر تم الاطاحه بيه. ضياء رشوان، مش هو ضياء رشوان كان رئيس مجلس الاعلى الاعلام؟ اه اخر مره ضياء، مش هيئه الاستعلامات، وكان الاثنين. فالاستاذ خالد عبد العزيز ده وزير الشباب السابق، ده يا سيدي هو بمنصب وزير الاعلام الحالي. من الاسماء اللي موجوده دي قعدت اركز فيها، ما عرفتش غير عادل حموده وعبد المحسن سلامه. عادل حموده وعبد المحسن سلامه. عبد المحسن سلامه كان رئيس تحرير الاهرام سابقا، واحد دايما من المعرضين لكل الانظمه، كان عبد المحسن سلامه ده من اقذر الصحفيين المعرضين لكل نظام، كان من ضمن نظام مبارك، فالراجل يعني عادي مش وعادل حموده انتوا عارفين يعني عادل حموده يعني ايه، مش محتاج ان انت تقول في حاجه، عادل حموده معروف. لكن انت جبت وجوه صحفيه جديده احسن من يعني، برضه في الاول وفي الاخر دول ليهم في المهنه، يعني دول ناس بتصحاب المهنه. عادل حموده تختلف مع ارائه تماما، بس راجل مهني جورنالجي يعني. الهيئه الوطنيه للاعلام كمان الحقيقه جابت احمد مسلماني، وده الحقيقه برضه اختيار انا شايف انه مش سيء، بغض النظر بقول لكم الاشخاص، واسامه كمال معاه برضه اختيار مش سيء، يعني بغض النظر اسامه كمال ودول اللي انا عرفتهم في الاثنين مع هاله حشيش، دول اللي عرفتهم يعني في الشخصيات، لكن احمد المسلماني مش بالفجاجه بتاعت اللي كانوا موجودين، مش بالفجاجه دي. لكن زي ما بقول لك كده يا جماعه، لو جبت مين؟ عارف انت لو جبت ميسي، طالما ما فيش حريه انسى يا معلم، هي تغيير وجوه، انت هتحاول بس ايه اللي هيعملوه؟ هيحاولوا يلطفوا شويه. ايه بعض الوجوه القميئه اللي على الشاشه يسحبوها، يجيبوا مش عارف ايه تاني، يودوا يمين، يودوا شمال. هي كده بالامور بهذا الاطار، لكن طول ما مفيش حريه مفيش اعلام، وانا متاكد انه لن يسمح في مصر على الاقل في هذه المرحله بانه جابت الحريه تفتح. لانه هم عارفين انه فتحت الحريه كل سنه وانت طيب. فيعني اهلا وسهلا بمجلس الاعلام الجديد، بنرحب بالافاضل الجداد دول ان شاء الله، ونتمنى انهم ينجحوا في انهم يعيدوا جزء من الاعلام المحترم المصري. يا جماعه احنا بقينا مسخره، يعني هنا في اسطنبول، اسطنبول دي عامله زي مكه كده، مع فرق التشبيه طبعا، اقصد لما بتروح الحرم ومكه بتقابل كل الجنسيات في الحرم. اسطنبول بقت في فتره من فترات كده فيها كل الجنسيات، كل اللي عنده حاجة في بلده وجاي اسطنبول. فلما بنقعد هنا مع بعض الجنسيات العربية والغير عربية بيبقوا مسخرة الإعلام، الإعلام المصري. طبعا أنت بتبقى يعني إيه فرحان إن بيشتم في خصمك، بس برضه في حتة كده ده مصر بلد يعني. فهي القصة نرجو إنهم يعيدوا للإعلام المصري اللي هو كان إعلام الريادة في المنطقة، يعيدوا جزء من احترامه لنفسه. بس مش أكتر من كده. استاذ جرم جبر حاول في لاخر لحظه، هذا الرجل سبحان الله بقول لكم كانوا بيختاروا اوجه. كرم جبر ده كالعلقه، ثوره يناير لما جت المجيده كان هو رئيس تحرير روزا اليوسف،
صحفيين روزا اليوسف دخلوا عملوا معاه جلاشه. الصحفيين بتوعه، يعني مش الشعب والثوره، الصحفيين اللي شغالين تحت ايده. لان انت بتجيب تحط مخبرين وتحط كيانات تطلع عينك، فسبحان الله يختاروا اقذر من في الوسط عشان يحطوا. فالحاج كرم كان بيحاول لاخر لحظه انه يقدم يعني اوراق اعتماده لبقائه في المنصب، فكان عامل حمله اسمها امسك زيف عشان قال ايه نحارب الشائعات اللي هي ايه؟ اللي هي المركب الكاترين اللي كانت في ميناء اسكندريه، والمركب الاسرائيلي اللي عدت من قناه السويس، الناس اللي شافت الفيديوهات بقى دي اشاعات. فطلع عمل الحكايه دي، ده اخر حاجه ليه قبل ما يلبس الجلابيه الى الابد ان شاء الله. احنا كمجلس بمقتضى الدستور مجلس مستقل لا يخضع لاي سلطه. الامر الثاني ان هذا المجلس له صلاحيات قانونيه تمكنه من ضبط المشهد الاعلامي. من اهم ما لاحظناه في الفتره الاخيره الاخطاء اللي بترتكب في مجال السوشيال ميديا واهم الشائعات. اتكلمنا عن الشائعات، قلنا احنا محتاجين نتخذ اجراءات عمليه، لان احنا ايدنا كاعلاميين وصحفيين ايدينا محطوطه في المشكله ونعرف كيف نخاطب الناس. يعني الدراسات النظريه مهمه والتنظير مهم، لكن احنا حاطين ايدينا في المشاكل الحقيقيه. اول شيء طالبنا به النهارده انه فعلا مكافحه الحسابات المزيفه. الحسابات المزيفه دي حسابات كتير جدا، وتلاقيها باسماء سياسيين وباسماء رجال اعمال وفنانين وهكذا. احنا نشدنا كمرحله اولى المشاهير والشخصيات العامه، يعني اي حد في حساب مزيف يتفضل له اجراءات. الاجراء الاولاني ان يدخل على هذه المنصه او الحساب ويطلب حذفه، اذا لم يتم حذفه بيصدر المجلس واحنا بنتدخل فورا لحذف هذا الحساب وعندنا القدره على ذلك. ده هيعمل نوع من التنقية، تنقية الأعداد الضخمة جدا اللي بتقدر بالملايين. والمرحلة الثانية إن تبقى في عقوبات صارمة على من ينتحل اسم أي شخصية عامة أو اسم إنسان عادي أو أيا كان. وهنخطر النيابة العامة لتتخذ سلطتها في هذا الأمر، لأن ده جريمة من جرائم الاغتيال والنصب. إني بستخدم اسم شخص ممكن أستخدمه في تمرير جرائم قصف وسب في القيام بأعمال غير مشروعة، فده عمل لا يجوز. بس ده مطلوب ايه بقى؟ اول يعني من ضمن الاسلحه القويه الاعلام، الاعلام يشتغل على هذه القضيه وينبه الناس، لان دي قضيه بتمس الشباب وبتمس الكبار والصغيرين. احنا عندنا حوالي 55 مليون مشترك في هذه الحسابات، فده عدد كبير. لبس الجلابيه وغار في داهيه. طبعا في شكاوى كتيره جدا بتيجي من انه الصوت سابق الصوره في التلفزيون. وانا بكرر هذه الشكوى عشان الاداره الفنيه تسمعها. لو سمحت يا جماعه عندنا في القناه بلغوا الاداره الفنيه تشوف المشكله دي فين. هي المشكله في التلفزيون مش في السوشيال، يعني اللي بيتفرجوا علينا على اليوتيوب ما عندهمش المشكله دي، لكن يبدو ان المشكله في التلفزيون. وفي بعض الناس بتشتكي انهم بيقطعوا الارسال علينا. يقطعوا يا سيدي، هم حرين. احنا كنا بنقول بنرحب بهذه الخطوه، ما علينا. عشان بقول لكم يعني في اسماء كده هتفضل هي ايه قعر الكوبايه، يعني تلاقي الدنيا كلها بتتصفى من القوايم، وفي اسماء كده تفضل قعر الكوبايه.